النهاردة هنطبق درس تاني على المانيبوليشن أو على الدمج، ولكن كمان هنتعلم فيه كمان إزاي نبرز الإضاءة بتاعتنا. يلا بينا نشوف إزاي نقدر نعمله النهاردة. أنا مع الصورة دي، طبعا كل الصور أو كل حاجة أنا هحتاجها هتلاقوا فيه لينك في الديسكريبشن تحت، تقدروا إنكم تحملوها منه. أول حاجة أعملها إن أنا هعمل دوبليكيت للاير ده، هعمل دوبليكيت بكنترول جي، تمام، هعمل لي لير جديد. بعد كده هدوس على فلتر، فلتر كاميرا رو. اول حاجة هنظبط اضاءة الخلفية بتاعتنا، ده فلتر كاميرا رو بتاعي. اول حاجة هلعب في التمبريتشر دي، اخليها ماينس 8 و التنت ممكن 43. ندخل بعد كده على الهايلايت مود، هنقللها شوية كده، الشادو هنزوده، وبرضو الأبيض هنزوده. بعد كده ندخل على الكلاريتي، نقللها شوية كده. بعدين هندوس على الايكون ده، هنكبر نخلي الحجم كبير قوي كده عشان انا عايز لون معين اللي هو لون الموف ده، تمام. وهنظبط هنا كمان الساتوريشن بتاعه، ولاحظ معايا برضو الفرق في الصورة، هتلاقيه بيبان معاك عادي. بعدين هدوس على علامة ال FX وهاجي عند الاماونت هنا، اختارها، اعتقد كده مناسب، هقول اوكي. بقى ده الشكل بتاعنا، ده قبل وده بعد، شايفين في فرق طبعا. بعد كده ادوس من الادجستمنت على ليفلز، وفي الليفلز ده هختار السلايد الاسود ده خلال 18، والميد تون ممكن 65، وهخلي السلايدر بتاع البلاك ده مثلا 20 كده. انا بظبط، بحاول ابرز الاضواء اللي موجودة في الصورة بتاعتي. بعد كده هعمل لير جديد، تمام، وهقف هنا، هقف عليه وهختار من select color range، هيجي لي الكالر رينج، هختار من السلكت بتاعي هايلايتس، خلي الفوزنس بتاعي زيرو، والرينج بتاعي هزوده كده، ممكن الشكل ده كده. ويهول اوكي، اعمل سيلكت على اي لون ابيض موجود في الصوره بتاعتي. بعد كده هدوس من اديت فيل، ومن الكونتنت هختار لون ابيض عشان ابرزه طبعا، وهقول اوكي. فكده هو هيعمل لي فيل لاي لون ابيض هنا بالشكل ده. بعدين هدوس ديسيلكت عشان يعمل لي ديسيلكت للشكل، هنلاقي اللون الابيض ظهر هنا شويه، عايزين نظهره اكتر هدوس دبل كليك، واختار من اللير ستايل ويندو، هجيب الفيل واعملها زيرو، واختار اوتر جلو. في الاوتر جلو اللون بتاعي هيبقى اول حاجة ابيض، بعد كده البلند مود هيبقى كالر دوج، والاوباستي هتكون نزودها شوية 45، السبريد بتاعي هيبقى 2 مش عايزينه كتير، والسايز خليه 25 ممكن،
يقول له اوكي. هنبص نلاقي ان اللون بقى بارز شوية او واضح. بعد كده هعمل كمان لير جديد، وهبدأ ان انا اختار من بالاي دروبر تول ده. هختار الوان هنا علشان احطها واعملها في الشكل ده كده، وهنا كده. بالشكل ده هخلي البلند مود سكرين، نقلل الاوباست بتاعتنا ممكن 30. بعد كده هجيب الشخصية بتاعتي، هنختار من سيلكت كلمة سبجكت، هيعمل لنا هو فوتوشوب سيلكت عليه اوتوماتيك. طبعا هيبقى فيها بعض الاخطاء هنقدر ان احنا نظبطها، ولكن اخطاء بسيطة جدا زي ما انت شايفينها كده. الكويك سيلكشن تول تقدر انك انت تظبط. بعد كده هتعمل ماسك، ونعمل كليك يمين ونختار سيلكت اند ماسك، وهنبدأ نمشي بس حاجة بسيطة كده حوالين الروس. عشان يظبط لنا الايدجز بتاعتنا هنخلي الراديوس ممكن 2، وهعمل سمارت راديوس واقول له اوكي. هعمل كليك يمين واختار ابلاي لير ماسك، وهاخد الصورة بتاعتي للتصميم، هنزلها كده واكبرها حاجة بسيطة كده. وهعمل هي كمان من فلتر كاميرا رو عشان اظبط لها الشكل بتاعها. هنظبط برضو هنا شوية حاجات كده عشان نغير الوان الجسم. وهقول له اوكي. كده احنا ظبطنا صورة الشخص بتاعنا. كمان هعمل لير جديد واختار الفرشة، وهعمل كليك يمين واختار من الايجير ايكون ده import brushes. انا معايا فرشتي وهلاقيها تحت فين هنا، اختار الفرشة دي، خلي اللون بتاعي ابيض، وابدا ان انا ارسم بالشكل ده كده، وهعمل ماسك عليها نخف الفلو الاوباست شويه، ونبدا ان احنا نخفها بالشكل ده. بعدين هعمل بلند مود كولر دوج، وهي هقلل الاوباستي شوية 93، والفيل بتاعي كمان هقلله ممكن 46 45 كده. وبعد كده هدوس من فيل بلس امبيدد، اختار كمان الصورة دي. هبدأ بس ان انا احدد الجزء ده واعمل له ماسك عشان في كلمة هنا بتاعت الموقع. تمام، واعمل له ابلاي لير ماسك، اعمل كليك يمين الاول واختار سترايز، واعمل بعد كده اعمل ابلاي لير ماسك، وهعمل البلاند مود دا سكرين عشان يخفي لي اللون الاسود، وهحركها بعد كده هنا كده اكبرها شوية بالشكل ده، وبالت كده واخد واحدة قصادها الناحية التانية هنا. بس هغير لونها من الايمج ادجستمنت فيو ساتوريشن،
هنعملها colorize من هنا وهختار الهيو نزودها كده saturation بالشكل كده. بعد كده اختار layer جديد واختار الجريدينت وادوس على الجريدينت بور واختار من اللون الاولاني 3 2 6 7 اف اف واقول اوكي. اللون بتاعي التاني هيبقى اف 5 اي 1 0 اي اقول اوكي اوكي. وهاخدها من ثواني الاول هنختار لينير من ده واخدها من اليمين للشمال كده عشان يبقى بالشكل ده. اختار البلاند مود بتاعي سوفت لايت وهنقلل الاوباستي ل 63 تقريبا عشان يطلع علينا الشكل ده كده. اتمنى ان الدرس النهارده يكون عجبكم وانك تكونوا استفدتوا حاجه جديده. ما تنساش تاخد لك لفه في القناه يمكن تلاقي حاجه تستفيد بيها. احنا عملنا الكورس عشان خاطر نعلم الناس بطريقه سهله وبسيطه. تحاول انك انت تنشر وتوسع بحيث انك انت تفيد غيرك بيه. انا كان معكم حازم صالح والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.